مدبولي يؤكد أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. ترامب يؤكد عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران. رئيس الوزراء الإيطالي يعلن بعض الأسماء المرشحة في الحكومة الجديدة. من مساء السادسة في جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يعتبر حدثا ثقافيا كبيرا يهتم به العالم. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لاستعراض إمكانات وخبرات الشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتماما بهذا الملف لتنظيم حدث عالمي يعبر عن عراقة مصر وحضارتها ويعكس تقدم مصر الحديثة. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتجنيبه مخاطر الصراعات في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء شكري برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني ولي جنبلاط، حيث بحث الجانبان التطورات في الساحة اللبنانية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وعبر جنبلاط عن تقديره للاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعب لبنان، وكذلك دور مصر لمنع أي تصعيد في المنطقة. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفضه رفع العقوبات المفروضة على إيران، ولم يستبعد ترامب إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشيرا إلى أن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق. تمكن رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي من تشكيل حكومة ائتلافية تضم حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي. وأعلن كونتي أن لوتشيانا لامورسوف سوف تتولى حقيبة الداخلية لتخلو بذلك زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، كما يصبح زعيم حزب حركة خمس نجوم لويجي دي مايو وزيرا للخارجية، وروبرتو غوالتيري من الحزب الديمقراطي وزيرا للاقتصاد. يواصل المجلس العمومي البريطاني عقد جلسته الخاصة بالتصويت على قانون يمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. جاء ذلك في وقت هدد فيه جونسون بإجراء انتخابات عامة مبكرة بعدما فقد الغالبية النيابية، حيث فشل في منع التصويت على مشروع القانون والذي تم تأييده من قبل 328 نائبا ومن بينهم أعضاء ووزراء سابقون من حزب المحافظين. وقالت وسائل إعلام بريطانية إن مجلس العموم سيصوت أيضا اليوم على المذكرة التي أرسلها جونسون لإجراء الانتخابات العامة، والتي تحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.